هل حديث وقوف النبي لجنازة يهودي نسخ أم لا؟ يرى عدد من العلماء نسخ ذلك بقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وجلس، أو إن النبي قام وجلس يعني آخر العهد من رسول الله أنه لم يأمر بالقيام للجنازة بل جلس ويمر عليه، فهذا ناسخ عند الجمهور من العلماء.